الشرطة الهندية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الهندية إلى 16 قتيلاً و 123 جريحاً. البيت الأبيض يؤكد أن ترامب وماكرون يتفقان على مساعدة فورية للبنان لتفادي آثار انفجار بيروت. والوطنية للانتخابات تعلن انتهاء الترتيبات اللازمة لإتمام تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، وبداية هذه النشرة كالمعتاد مع باسم طبانة. باسم، شكرا لك نانسي. عفوا، أهلا بكم مشاهدينا. وفي البداية نذكر حضراتكم وجميع المصريين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا الغالي مصر. تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها في أحد المطارات جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 123 آخرين، من بينهم 15 في حالة حرجة. وأوضحت وزارة الطيران المدني الهندية في بيانها أن الطائرة، طائرة إير إنديا إكسبرس، كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط، ما أدى إلى انشطارها نصفين. وأضاف البيان أن عمليات الإنقاذ مستمرة ويجرى نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. تعهد الرئيس اللبناني ميشيل عون بأنه لن يكون هناك أي غطاء لكل من تورط بانفجار بيروت، مشيرا إلى أن أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الجميع لكشف الحقيقة. وأضاف عون أن سبب انفجار بيروت لا يزال مجهولا وهناك احتمال لتدخل خارجي. كيف فاتت المواد المتفجرة وانوضعت بالمرفأ؟ وهون في مسؤولية حفظ المتفجرات 7 سنوات، مرق عدة حكومات ومرق عدة مسؤولين، فيهم كتبوا للسلطات المختصة بالمرفأ والمسؤولين عن الموضوع وأنذرون. طبعا كان في عدم إدراك أو إهمال بالقيام بالأعمال اللازمة حتى ما نوصل لما حدث اليوم. يمكن يكون هالشيء وقع كحادث عن إهمال أو عن تدخل خارجي، بجوز بواسطة صاروخ، بواسطة إمبلي. We'll be right back.
انتقد عدد من اللبنانيين أداء حكومة حسان دياب خلال الفترة الماضية، لا سيما طريقة التعامل مع كارثة انفجار مرفأ بيروت، وقدموا الشكر في تصريحات لإكسترا نيوز لمصر ولعدد من الدول والتي سارعت لتقديم المساعدات للشعب اللبناني للتغلب على آثار الانفجار. أنا مني ما بحكي ضد الحكومة بالسياسة، أنا بقول الله يساعد لبنان، يمكن الحكومة مش قادرة أنها تعمل يلي بدها تعمل. الدول العربية مشكورة على تضامنها وعلى المساعدات اللي بعتتها، وخاصة مصر اللي كانت لطالما إلى جانب لبنان وساعدت لبنان. بس يا ريت كل الدول العربية مثل مصر، كل دول عربية أحلى من لبنان وأحلى من الحكومة اللبنانية، بعتت مساعدات وبعتت كل شيء. أول طيارة نزلت مصر بلبنان، ممنونين كثير نحن لمصر. أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بالميناء البحري لبيروت ليصل إلى 154 شخص، في حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5000 شخص جراء الزجاج المتطاير بسبب الموجة الانفجارية القوية. هذا وأشار الوزير إلى أن الحالات الحرجة من المصابين يبلغ عددها 120 شخص، لافتا إلى أن نحو 20% من إجمالي الجرحى والمصابين يحتاجون إلى عناية طبية داخل المستشفيات. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيسين تحدثا هاتفيا وعبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار الذي لحق ببيروت جراء الانفجار. وجهت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع 15 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الصحية الطارئة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وأوضح مكتب المنظمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط أن الانفجار دمر 17 حاوية بها إمدادات طبية بما في ذلك معدات للوقاية الشخصية. وأضاف المكتب أن 5 مستشفيات في المنطقة المتضررة من الانفجار إما أصبحت غير عاملة وإما تعمل بطاقة جزئية، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الكثير من المراكز الصحية ومرافق الرعاية الأولية لحقت بها أضرار أو لم تعد تعمل.
أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تخصيص حصصا غذائية للعائلات المتضررة من انفجار ميناء بيروت من خلال استيراد دقيق القمح والحبوب للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة من دون نقص الغذاء في لبنان الذي يعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة بالفعل. وحذر البرنامج العالمي من أن الأضرار التي لحقت بمرفأ بيروت ستؤدي لتفاقم وضع الأمن الغذائي الهش بالفعل في البلاد. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن الوضع في بيروت بالغ السوء، يأتي هذا بينما أعلنت منظمة اليونيسف ارتفاع عدد الأطفال اللبنانيين الذين شردوا من جراء انفجار مرفأ بيروت إلى 100,000 بعد أن لحقت الأضرار بمنازلهم واضطروا إلى النزوح. هذا وأوضحت المنظمة الأممية أن 120 مدرسة تخدم 55,000 طفل تعرضت لأضرار مختلفة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المنظمة تبحث الآن عن طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى سوريا ولبنان بعد دمار مرفأ بيروت الذي كانت تعول عليه في هذه المهمة. وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أنه نظرا إلى أن ميناء بيروت لا يمكنه استقبال السفن، فإن المنظمة وشركائها يبحثون عن طرق لوجستية بديلة لضمان استمرار العمليات الإنسانية، مرجحا استخدام ميناء طرابلس اللبناني رغم أن قدرته الاستيعابية أقل. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت يوم السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلهم. تهدف الزيارة لحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حالياً والتي فاقمت منها تداعيات تفشي كورونا. يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى لبنان السبت لتأكيد تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني بعد انفجار ميناء بيروت. وفي تغريدة على موقع تويتر أكد ميشيل مساندة كل الذين تضرروا بالانفجار، بينما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الجهات المانحة للبنان ستعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو يوم الأحد. ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي بالرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بيري ورئيس الوزراء حسان دياب. حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من مغبة استمرار زعزعة استقرار لبنان، وذلك في ضوء الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة بيروت قبل أيام قليلة. وقال ماس إنه يجب منع استخدام تلك الأزمة في فتح الباب أمام نفوذ أجنبي في لبنان. وأشار الوزير الألماني إلى أنه من المهم عقد مؤتمر مانحين دولي لصالح لبنان، مطالبا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية تقديم المزيد من المساعدات لبيروت. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتقديم مساعدات إلى لبنان المنكوب جراء انفجار مرفأ بيروت. وخلال زيارته لبنان أشار ماكرون إلى الحاجة لإجراء تحقيق دولي خاص بالانفجار للمساعدة في تخفيف نكبة بيروت عقب انفجار المرفأ الدامي يوم الثلاثاء الماضي. تتواصل جسور المساعدات بين عواصم العالم المختلفة إلى العاصمة اللبنانية في وقت ما زالت تتواصل فيه عملية البحث عن مفقودين جراء التفجير الذي أدى لتشريد ربع مليون شخص بلا مأوى في بلد لا يزال يترنح تحت وطأة انهيار اقتصادي وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي أول زيارة من نوعها يقوم بها زعيم دولة أجنبية إلى لبنان منذ الانفجار، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة في تنظيم الدعم الدولي للبنان، لكنه قال إن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحات اقتصادية وتشن حملة على الفساد. وماكرون الذي التقى بالرئيس اللبناني وعدد من رؤساء الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية زار موقع الانفجار وعددا من شوارع بيروت المتضررة
حيث طالبت حشود غاضبة بوضع نهاية لنظام الساسة اللبنانيين الذين يلقون عليهم باللوم في الفساد وجر البلاد إلى كارثة. وفي ختام زيارته أكد ماكرون على الحاجة لإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت يكون على أقصى قدر ممكن من الشفافية. أعتقد أن التحقيق الدولي هو مسألة ثقة، فيجب أن يتم تقصي الحقائق. لذلك طلبت من السلطات اللبنانية الاستجابة لهذا الطلب والاستعانة بخبراء فرنسيين جاهزين مباشرة وأيضا خبراء دوليين. أعتقد أن المسألة هي مسألة موثوقية ونحن نشجع ذلك وسوف نقدم كافة المساعدات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالمساعدة على المدى القصير والمساعدات الطارئة، آمل أن تشرف الأمم المتحدة الموجودة هنا أن تشرف على ذلك. وفرنسا سوف تقدم الدعم التقني وخبرتها في هذا المجال. أما عند المرفأ الذي دمر في الانفجار الهائل، تجمعت أسر المفقودين بحثا عن معلومات عن أبنائها وسط تزايد الغضب الشعبي تجاه السلطات التي سمحت بتخزين كمية هائلة من مواد شديدة الانفجار لسنوات في أوضاع غير آمنة في مخزن بالمرفأ. وأمرت الحكومة بفرض الإقامة الجبرية على بعض مسؤولي الميناء ووعدت بإجراء تحقيق شامل قبل أن يتم توقيف 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن انفجار بيروت له تداعيات اقتصادية كبيرة على لبنان، ونفى وجود مستودع للأسلحة تابع للحزب بمرفأ بيروت. نحن أمام حادث له نتائج إنسانية كبيرة ونتائج وتداعيات اجتماعية وصحية وأيضا اقتصادية. يعني عمليا المرفأ دمر، مرفأ بيروت، ميناء بيروت دمر بشكل شبه كامل، وهذا له تأثيرات إعادة بناء المرفأ. أن التداعيات الاقتصادية لهذا الأمر يزيد من المأزق والأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الموجودة في البلد. على كل، نحن بكل المعايير أمام فاجعة كبرى. رحبت البحرين بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وأكد بيان للخارجية البحرينية أن الاتفاق يعد خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وأيضا لتعزيز أفاق التعاون الاقتصادي المشترك. هذا واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال إن الاتفاق يمثل انتصارا للقانون الدولي في مواجهة ما أسماه بقانون الغاب، مؤكدا أن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب القواعد التي تحكم العلاقات الدولية. كشفت صحيفة ديزيت الألمانية عن تمويل النظام القطري شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله اللبناني. من جانبها أشارت قناة فوكس نيوز إلى أن ذلك يعرض ما يقرب من 10,000 عسكري أمريكي في قطر في قاعدة العديد التي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية لخطر كبير. المزيد في هذا التقرير. ما كان للنظام القطري أن يتمعن في دعمه السخي للإرهاب في مناطق عدة دون تغطية جرائمه برشوة مسؤولين وعملاء له في مؤسسات ومنظمات دولية. صحيفة ديزيت الألمانية كشفت في تحقيق لها عن حقائق جديدة حول تورط الدوحة في تقديم رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي للتغاضي عن دعم حزب الله اللبناني في ملف يعكس الدور المتعاظم للإمارة في عالم الظل والعمليات السرية. ووفقا للصحيفة، فقد كشف العميل جيسون جي ملفا سريا يوضح تورط العديد من الشخصيات القطرية في جمع مئات الملايين من اليوروهات لإيصالها إلى حزب الله اللبناني بمعرفة شخصيات حكومية مؤثرة في النظام القطري. وقالت الصحيفة إن جيسون جي
التقى السفير القطري لدى بروكسل ورئيس بعثتها لحلف الناتو عبد الرحمن بن محمد الخليفي، وتلقى منه مبالغ شهرية فضلا عن رشاوى بقيمة 750 ألف يورو مقابل إخفاء تلك المعلومات التي تشير بالتفصيل للأسماء والحسابات القطرية واللبنانية المتصلة بقطر. من جهتها علقت صحيفة فوكس نيوز على التقرير الألماني متسائلة عن إمكانية أن تؤدي هذه المعلومات الجديدة لعقوبات على النظام القطري من قبل الولايات المتحدة. وبحسب الصحيفة فقد حث سياسيون أوروبيون بارزون على تبني حملة ضد قطر لوقف دعمها للإرهاب وحزب الله. وقالت ناتالي جوليه السناتور الفرنسية التي تقود لجنة التحقيق في الإرهاب بأوروبا، قالت إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية لمنع وصول أي تمويل للجماعات الإرهابية، كما شددت على ضرورة تتبع الشبكات القطرية والتركية التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وأيديولوجياتهم العدائية. كما قال عضو مجلس العموم البريطاني بازل جونيور لفوكس نيوز إن سلوك النظام القطري الداعم للجماعات الإرهابية يستدعي موقفا حاسما في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى ضرورة عدم التسامح أمام دعم أي منظمة محظورة. جريمة وراء أخرى يرتكبها النظام القطري في تمويل الإرهاب والمنظمات المشبوهة، ولم تتورع في التغطية على جرائمها من خلال الرشاوى وعملائها الأجانب. أعلنت الصحة الروسية أن اللقاح الأولي ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز أبحاث روسي سيتم إعطاؤه للأطباء الذين يعملون على مواجهة الفيروس وكبار السن. وذكرت الوزارة الروسية أن اللقاح سيسجل في 12 من أغسطس الجاري بعد اجتيازه التجارب السريرية على المتطوعين. توقع معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن وفاة 300 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا بحلول الأول من ديسمبر القادم، مضيفا أن نجاة حوالي 70 ألفا من هؤلاء تتوقف على الالتزام بدرجة أكبر بوضع الكمامة. وأوضح المعهد أن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، بينما تزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفيرجينيا بسبب تخلي الناس عن حذرهم في هذه المناطق. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستواصل إغلاق حدودها أمام الزائرين القادمين من الخارج لبضعة أشهر على الأقل، وذلك بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بكورونا. وفي حديثه إلى المراسلين في كانمبرا بعد اجتماع مجلس الوزراء الوطني، قال رئيس الوزراء إن الحكومة المركزية أنفقت أكثر من 210 مليارات دولار أمريكي على الإجراءات المالية لمواجهة تأثيرات الجائحة الاقتصادية، مضيفا أن مخطط دعم الأجور في أستراليا الذي من المقرر أن يستمر حتى مارس المقبل سيتكلف أكثر من 45 مليار دولار. تجاوزت المكسيك أمس عتبة 50 ألف وفاة بفيروس كورونا، مما يجعلها ثالث دول العالم الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وتعتبر هذه الحصيلة هي أعلى بكثير من توقعات الحكومة التي تواجه انتقادات كثيرة بسبب طريقة تعاملها مع الأزمتين الصحية والاقتصادية. وسجلت البلاد التي يقترب عدد سكانها من 130 مليون نسمة أكثر من 460 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن. سجلت روسيا أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز الحصيلة الإجمالية في البلاد 877 ألف، وهو رابع أكبر عدد في العالم، فيما زاد عدد الوفيات المعلن رسميا إلى قرابة 15 ألف. أدانت الصين حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتطبيقين الصينيين تيك توك وويتشات، معتبرة أنه تلاعب وقمع سياسيان.
واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية، كما أضاف أن الولايات المتحدة تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي ما يمكن أن يؤدي إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها. في سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لحظر التحويلات المالية للشركة الصينية المالكة لتطبيقات ويتشات وتيك توك. في الأثناء وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك. إجراء قوي وصارم يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصعيده المتواصل ضد الصين، مع توقيعه أمرا تنفيذيا يحظر بموجبه التحويلات المالية لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيقات ويتشات وتيك توك. الأمر التنفيذي الذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين نص على أن الإجراءات المتخذة سوف تمنع لمدة 45 يوما أي تحويلات مالية لشركة بايت دانس الصينية. وأكد القرار الذي وقعه ترامب على أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة التي تملكها الصين يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي. وتعزيزا للضغوط الأمريكية على الصين، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة في الأجهزة الحكومية. ولا يحدد المرسومان العواقب، لكن الحظر المفروض على أي تعامل مع الشركتين قد يجبر جوجل وأبل على حذف الشبكتين من متجري التطبيقات الخاصين بهما، ما يمنع فعليا استخدامهما في الولايات المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه شركة مايكروسوفت لشراء تطبيق تيك توك، وحددت جدولا زمنيا مدته 45 يوما للصفقة. وفي خضم هذا التوتر، حث وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي على تجنب اتخاذ خطوات خطيرة من شأنها تصعيد الوضع وحماية السلام والاستقرار الإقليميين. جدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده أن بلاده لن تخضع للتهديد التركي بمناطقها في البحر المتوسط، وشدد رئيس الوزراء على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية، وذلك في إشارة إلى الخلاف المحتدم بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. قالت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار إن الأتراك لا يفضلون نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا قبل عامين، وأن حزبها يدعم العودة إلى النظام البرلماني. وقالت أكشنار إن استطلاعات الرأي كشفت أن من بين 54 إلى 64% من الأتراك يؤيدون نظاما برلمانيا قويا وسليما. هذا واعتبرت أكشنار أن تركيا تسجل أداء سيئا في العديد من المجالات في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها الاقتصاد، مفيدة أنهم يرغبون في إعادة طرح النظام البرلماني القوي والسليم مجددا. وأضافت أكشنار أن نظام حكم الفرد المطلق يعجز عن إدارة تركيا، وأن اقتصاد البلاد تدهور وفقد الشباب الأمل في العثور على فرصة عمل، وانهارت المنظومة الزراعية والصناعية. حذر صندوق النقد الدولي تركيا من تآكل احتياطي البنك المركزي في ظل نزوح أجنبي واسع للمرة الأولى منذ 15 عاما من الأسواق. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرج أن الليرة أصبحت أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة.
أزمة اقتصادية مزمنة لا تزال تعاني منها تركيا حتى الآن، ولا يوجد ما ينبئ بتحسنها على المدى القريب أو البعيد في ظل استمرار فشل حكومة أردوغان في التعامل معها. صندوق النقد الدولي حذر من تآكل احتياطي البنك المركزي التركي، والذي انخفض بمقدار 22 مليار دولار منذ بدء العام الجاري وحتى مايو الماضي بعد فشله في الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة، ما يعرض الاقتصاد لتدهور جديد بدون أي حماية من مخاطر الائتمان. نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية ساعد على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية، كما انخفضت حصة المستثمرين الأجانب لنحو 50% من الأسهم في بورصة اسطنبول للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، ليستمر الاقتصاد التركي بطرد المستثمرين. في غضون ذلك، أشارت وكالة بلومبرج إلى أن قيمة العملة التركية تدهورت لأدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ مايو الماضي بنحو 2.55%، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة بعد أن فشلت محاولات البنك المركزي بالتدخل في سوق المال في طمأنة المستثمرين. كما توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 10% نهاية العام الجاري، على أن تواصل الارتفاع خلال العام القادم وتسجل 14% نهاية العام المقبل، وبالتزامن مع رفع سعر الفائدة ستعاود فوائد القروض في الارتفاع مجدداً. تركيا التي تعتمد في توفير النقد الأجنبي على قطاع السياحة، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران بجانب عائدات الصادرات التركية إلى الخارج، قفز عجز الميزان التجاري بها بأكثر من 56% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ضغوطات أزمة الليرة وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية للبلاد سببت أيضا عدم هبوط معدلات التضخم السنوية في تركيا عن مستوى 10% منذ نوفمبر الماضي. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، وذلك اعتبارا من 14 يوليو 2020. هذا وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استرداد حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيدا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح. هذا وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600,000 طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون التصويت عبر البريد فقط خلال يومي الأحد والاثنين القادمين في الساعة 9 صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة لمن سبق وأن سجل بياناته خلال المهلة الزمنية التي أتحتها الهيئة.
مع بداية الإعلان عن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ ظهر جوهر الهدف الرئيسي وهو تحقيق انتعاشة واضحة للحياة الحزبية والسياسية، ترتيبات وتجهيزات ووجوه جديدة تظهر على السطح في عالم السياسة، ومساحة جديدة واسعة تفتح الباب لمشاركة سياسية أكبر لمختلف الفئات التي ستكون ممثلة داخل المجلس، سواء من الشباب أو المرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يجعل من مجلس الشيوخ بجانب مهامه التشريعية ساحة تفرز قيادات ومشاركين جدد لدعم الممارسة السياسية، وهو ما يجعل مجلس الشيوخ ضمانة جديدة لزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، وضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، والمعاونة أيضا في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية، كما أنه سيكون بابا جيدا لاختبار العديد من الأسماء والكفاءات والوجوه الشابة، خاصة وأن مجلس الشيوخ لن يكون المجلس الذي يعتمد على نائب الخدمات، فهي مقاعد للخبرات والكفاءات، لأن ضوابط الترشح نفسها تضمن ذلك، وبالتالي فإن أعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة مع وجود خبراء من كافة المجالات. أيضا تبدو أهمية عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للتشريع فيما يقدمه من دعم ومعاونة لمجلس النواب في مراجعة ومناقشة وتدقيق التشريعات الجديدة بشكل يضمن أداء تشريعيا منهجيا ومضمونا وسريعا يتواكب مع مرحلة إعادة البناء التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات. فلم يعد جائزا أن يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذه الوتيرة السريعة، بينما ما يحتاجه من أساس تشريعي يدعمه يكون متأخر. هذا بالإضافة إلى أن حوالي أكثر من 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمتلك غرفة ثانية للتشريع، وأثبتت التجارب في هذه الدول أهمية وجود هذه الغرفة في دعم الحياة السياسية وفتح الباب أمام مختلف الآراء. ولا حديث يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ يخلو من الحديث عن القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تعد تحالفا انتخابيا شارك فيه 11 حزبا تختلف توجهاتهم وآرائهم وبرامجهم السياسية، ولكن جاء التحالف الهادئ ليؤكد على قيمه السياسية المهمة، وهي إعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل شيء. والمبهر في مسألة القائمة الوطنية هو أن العمل على تشكيلها تم في هدوء وصمت ودون ضجيج ودون خروج تصريحات من طيار أو طرف ينسب ذلك الفضل لنفسه، كما أن أغلب تصريحات أعضاء هذه القائمة أو التحالف كانت حريصة طوال الوقت على إعلان أن لكل حزب ولكل عضو أفكاره ووجهات نظره وبرامجه التي سيمارسها في مجلس الشيوخ دون التقيد بأي شيء، وهو ما يقضي على شائعات تم ترويجها بخصوص أن القائمة ستكون صوتا واحدا يسيطر على المجلس. فقد أكد رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة بإعلانهم أن هذه القائمة تحالف انتخابي هدفه إثراء الحياة السياسية، وأن يكون نموذجا يحتذى به للتعاون من أجل المصلحة العامة، وفرصة أيضا لضمان تمثيل متنوع للشباب وأصحاب الخبرات ممن يملكون القدرة على تقديم أفضل ما لديهم فكريا وتشريعيا من أجل الصالح العام. ومن أجمل قواعد هذه القائمة التي تعبر عن نضج سياسي كبير أن القائمة مسؤولة عن المرشحين المتواجدين داخل القائمة فقط، وليس لها أي علاقة بشأن علاقة الأحزاب بمرشحيها الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ. والتحالف الانتخابي للقائمة الوطنية من أجل مصر جاء كتحالف كبير واسع ضم مختلف الأحزاب السياسية كنموذج على الرغبة في تحقيق نجاح جماعي لصالح مصر دون النظر في مربع الموالاة أو الأغلبية ومن يقف في مربع المعارضة أو الأقلية. واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بهدف ضبط جرائم الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية وجرائم التلاعب بالدعم.
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بهدف ضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية وجرائم التلاعب بالدعم، وتمكنت من ضبط مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية لتجميعه 10 أطنان من الأقماح المدعمة المخصصة لصناعة الخبز البلدي المدعم بقصد الاتجار بها في السوق السوداء. وبالإسكندرية أيضا ضبطت الإدارة مالك مخزن بدون ترخيص لتجميعه 17,000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة نجحت في ضبط 40 طن دقيق وسكر حجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بهدف رفع أسعارها. واستمرارا لجهود الإدارة في ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة ومروجيها، تمكنت من ضبط نحو 1.5 طن زيت زيتون مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبي خلافا للحقيقة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات، وذلك لدى مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون بدون ترخيص بالإسكندرية. وعلى مستوى محافظة القاهرة تم ضبط المسؤول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالقاهرة بحوزته أكثر من 1.5 طن لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضبطت الإدارة المسؤول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية لحيازته أكثر من 1.5 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط نحو 1.2 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبالشرقية تمكنت الإدارة من ضبط المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية لإنتاجه نحو 14,500 قطعة شوكولاتة مغشوشة ومقلدة، كما تم ضبط نحو 11.5 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. وعلى صعيد ضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر والمغشوشة، تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية بالإسكندرية وبحوزته قرابة 11,000 كمامة غير مطابقة للمواصفات وكمية من مستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر، كما نجحت في ضبط 45,000 كمامة غير مطابقة للمواصفات وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر بمصنع ملابس بدون ترخيص بالإسكندرية، استغل المسؤول عنه إقبال المواطنين عليها لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبالقليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 2,000 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر و2,000 جهاز وريدي بدون مستندات ونحو 2,500 قطعة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لدى مالك شركة لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخصة. واستمرارا للحملات النوعية التي تشنها الإدارة لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر ومحاولات بيعها بأزيد من السعر الرسمي من خلال حجبها عن التداول بالأسواق، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 213 قضية بإجمالي أكثر من 21,000 عبوة سجائر. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظة جنوب سيناء لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. هذا وحاولت العناصر الإجرامية غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك، كما أسست العناصر الإجرامية أنشطة تجارية وقاموا بشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. هذا وقدرت الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. إذن مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الشرطة الهندية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الهندية إلى 16 قتيلا و 123 جريح. البيت الأبيض يؤكد أن ترامب وماكرون يتفقان على مساعدة فورية للبنان لتفادي آثار انفجار مرفأ بيروت. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء الترتيبات اللازمة لإتمام تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة، قدمناها لحضراتكم نانسي نور وباسم طبانة. وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال أو 11785 رأسي. شكرا لكم.